مشاهدينا قبل أن ننطلق في النقاش لا بأس أن نلقي نظرة عن تطور فيروس كورونا في العالم ككل والسرعة التي ينتشر بها وفق هذا الجدول الذي تشاهدونه. إجمالي عدد الإصابات في العالم في هذه اللحظة بالذات ونحن على الهواء مباشرة 363,507 حالات في العالم في هذه اللحظة. عدد الوفيات هو 15,507 حالة وفاة في العالم ككل، والحالات التي شفيت هي 103,000 حالة شفيت. وعدد الدول التي يهاجمها فيروس كورونا اليوم هو 194 دولة في العالم. فيما يتعلق بترتيب حالة الإصابات فإن إيطاليا بدأت تقترب شيئا فشيئا من بؤرة الفيروس وهي الصين، 81,116 حالة إصابة في الصين. نلاحظ تباطؤ شديد جدا في الصين في عدد الحالات المسجلة يوميا 3,270 حالة وفاة. لكن إيطاليا التي لم تعلن اليوم عن الحالات المسجلة سواء ما يتعلق بالإصابات أو كذلك بالوفيات، فإن الأرقام التي ظهرت يوم أمس تتحدث عن 59,000 حالة و 138 فيما يتعلق بالإصابات وأكثر من 5,400 حالة وفاة في إيطاليا. الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى تقدمت بشكل كبير في الترتيب لتحتل المركز الثالث فيما يتعلق بترتيب الدول التي يهاجمها فيروس كورونا بأكثر من 41,000 حالة إصابة وبعدد وفيات أقل 485 حالة وفاة. وتأتي بعدها إسبانيا وتأتي بعدها ألمانيا التي تعرف كذلك هي الأخرى تطورا فيما يتعلق بانتشار الفيروس وحالات الإصابة، وبعدها إيران. إيران التي يتحدث خبراء عن عدد ربما حقيقي مضاعف مقارنة بالعدد المعلن، وكان هذا وفق تصريح لأحد المسؤولين في إيران، وستكون هناك تطورات لهذه القضية. فرنسا 16,689 حالة إصابة و674 حالة وفاة، وباقي الترتيب مثل ما تشاهدون مشاهدين. في لحظات قليلة أو في دقيقة فقط الآن سجل ارتفاع في عدد الإصابات في العالم بزائد 40 حالة، وهذا في دقيقة واحدة فقط. أعود الآن للأستوديو إلى النقاش فيما يتعلق بالوضعية هنا في الجزائر.